رجعنا لحضراتكم ومعانا احبابنا اللي احنا هنطبق معاهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مفاتيح الخير ومفاتيح الخير ومغاليق الشر، وازاي نطبق ده في مجالات الحياه اللي هي مليئه بالتفاصيل ومليئه بالطاف الله سبحانه وتعالى ومليئه بفرص النور. انا بسميها دايما فرص النور. معانا عبر الزوم المهندس محمد علاء، مهندس ميكاترونكس. ازيك يا باشمهندس؟ ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ كله تمام؟ الله يبارك في حضرتك. ومعانا كمان عبر الهاتف معانا الاستاذ احمد عزت، رئيس مجلس اداره احد معامل الوراثه. ازيك يا سيد احمد؟ لا اهلا وسهلا دكتور عمر، ازي حضرتك؟ الله يبارك في حضرتكم. انتوا سمعتوا معانا بعض الكلام اللي احنا قلناه عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم عن صنفين من الناس، الصنف اللي هو مفاتيح الخير مغاليق الشر، والصنف اللي هو مفاتيح الشر مغاليق الخير. وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم مدح أهل المفاتيح التي يفتحون بها الخير، وحذر الناس من إن هم يكونوا مفاتيح للشر. خلونا نبدأ مع الباشمهندس محمد علاء ونسأله، أنت إزاي شايف إن أنت ممكن تطبق هذا الحديث في مجال عملك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا شايف يعني انا دلوقتي مجالي في المقاولات والصنعه والعماله والحاجات اللي كده، فانا شايف ان انا كل لما بعلم حد جديد وان انا انشله من ان هو عنده فقدان للامل من الحياه لمجرد بيشتغل وخلاص، ومجرد ان هو حياته فيها كسايكل مقفوله ان هو بس عشان يجيب الفلوس ويصرف على نفسه، ما يبصش مثلا لبعد 10 سنين هو هيبقى شغال ازاي او كده، وخصوصا في لما يبقى حد مش حاطط غير هدفه ان هو يعني ياكل ويشرب بس، فلكن بفتح له باب امل في الشغل وبفتح له باب امل ان هو يعني ينتج اكتر ويعمل ويفيد نفسه اكتر قبل المكان اللي هو فيه، حتى لو ساب المكان اللي هو فيه يفيد غيره وبالتالي هيعم على الاخرين. وان هو حتى لما يبقى حاجه بعد 10 سنين بعد 5 سنين او كده يعلم تيم تاني بعديه او كده، ده احسن مفتاح للخير انا ممكن افتحه. انا بس عايز اقول، عايز المح بس مع حضرتك شيء في غايه الروعه، ان انت مش شايف ان مفتاح الخير هو ان انت تدي لحد فلوس او انك انت تخليه ياكل اكله حلوه، لكن انت شايف ان مفتاح الخير ان انت تفتح له مهاره جديده وتخليه يقرا حياته بشكل مختلف. فانت شايف ان مفتاح الخير هنا هو مفتاح المهاره، مفتاح سعه الافق، صح كده؟ انا فاهم كده صح؟ بالظبط صح، على ان الفلوس بتروح وتيجي مع الايام، لكن المهاره والحرفه والصنعه والحاجات اللي زي كده هي اللي هتفضل معايا، هي اللي اللي تدي له الامل ان هو يبقى عايش، يبقى عايش بامل حلو، عايش في حياته ان هو يطور من نفسه او يكون نفسه تكوين هو حاسس ان هو مش بيكون اسره بس، لا بيكون اجيال تحتيه كامله. خليني اقول لك حاجه يا باشمهندس، احنا عندنا حاجة دايما كده بنقول لها قاعدة فيما يتعلق بالصدقة الجارية، دايما نقول للناس ان الصدقة الجارية اعظم صدقة جارية هي ما تكون في الانسان مش في البنيان. يعني ان انت تبني انسان دي اعظم صدقة، اعظم من انك انت تبني بنيان. ليه؟ لان الانسان كل نفس من انفاسه وانت بتعلمه حاجة جديدة بيكون صدقة جديدة ليك.